وقبل ما نبدأ بقى ونتكلم عن زكريا، لا هنتكلم عنك يا كابتن، لأن مهم جدا إن احنا نبدأ بالأصل الموضوع منين. واضح إن حضرتك بتلعب برضو، بس مش شرط مواي تاي، بس رياضي من زمان. ممكن نعرف عنك الأول يا كابتن؟ أنا كنت لاعب منتخب مصر ألعاب تانية، يعني لعبت أكتر من لعبة، وكنت في المنتخب الوطني لكذا لعبة، وكنت قبل كده لاعب ألعاب قوة، والحمد لله يعني من ده سنة من سن صغير من جدا. 89 وأنا في المجال الرياضي، ويعني نعتبر لعبت جميع الفنون القتالية اللي نزلت مصر حلو الحمد جدا، لله، حلو جدا. وابتداء من أول ما أشهر الاتحاد المصري للمواي تاي، وأنا معاهم من أول موسم. يعني ده لعبت كل الموسم الالعاب القتاليه، ليه بقى نسيت على المواي تاي بالذات؟ لعبه شامله ولعبه جميله مشبعه، فيها كل الرياضات، الدفاع عن النفس، او يعني بتشتغل بكل جسمك، ركل ولكم وكوع وركبه. لعبه شيقه جدا، هي مستقبل الفنون القتاليه في مصر. حلو. الايام اللي جايه المواي تاي هي يعني هي بستان الفنون القتاليه.